عاشت الساحة الرياضية إجراء انتخابات الأندية الشاملة والممتدة من العام 2019 حتى عام 2023 بحسب النظام الأساسي الجديد المعتمد من قبل الجمعيات العمومية للأندية. وبعد يوم طويل شهد إقبالا كبيرا من الناخبين على صناديق الاقتراع في 6 أندية هي العربي والجهراء والشباب وبرقان والأصليبخات ونادي وربة للمعاقين. أتت المخرجات جيدة بل سجلت أغلب القوائم التزاما منقطع النظير، ويكاد يكون التغير الأكبر في الأندية في نادي العربي في واحدة من أكبر المتغيرات والتي دونت بفوز قائمة أبناء النادي برئاسة عبد العزيز عاشور على حساب قائمة أسرة النادي العربي برئاسة جمال الكاظمي، لتتصدر المشهد قائمة أبناء النادي بالكامل 11-0. أيضا واحدة من مخرجات الانتخابات المدوية شهدت فوز قائمة الجهراء باكتساح برئاسة نواف جديد 11-0 على حساب قائمة الاتحاد والتي يرأسها خالد الجار الله. بلا شك يعني نحن سعيدين جدا اليوم، وهذه أول انتخابات تجرى وفق القانون الجديد، تتكلم عن مرحلة إن شاء الله قادمة خالية من مشاكل، تركز أكثر على التطوير. المشاكل أغلبها انتهت، والآن نفكر ويجب تفكير الأندية والاتحادات واللجان الأولمبية وغيرها تساهم بتطوير هذا القطاع. هذا يعتبر عرس ديمقراطي، وهذه انتخابات بعد تقريبا 6.5 سنوات كانت الأندية معطلة والانتخابات معطلة في البلد عموما. التنظيم للأمانة يعني شيء يشكرون عليه إخواننا الداخلية ووزارة الإعلام، يعني تنظيم مميز، والأجواء الحمد لله قاعد تسير بشكل يعني ممتاز جدا، ما كنا نتوقع شيء هذا. الحمد لله المنافسة يعني كانت يعني طيبة، والكل احنا متعاونين مع التنظيم الداخلي مال الاتحاد. هذا وقد فرضت التزكية نفسها على مجالس إدارات 10 أندية أخرى، وهي التضامن وكاظمة والسالمية والساحل والكويت والحيحيل واليرموك والنصر والقرين. وبقى وضع نادي القادسية معلقا لحين اعتماد الهيئة العامة للرياضة النظام الأساسي للنادي ومطالبته بدعوة العمومية مجددا، والذي من المنتظر أن يحدد لها موعدا جديدا في الشهر المقبل. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.